خلوني أخدكم ونروح على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. هل هذه المنظومة ناجحة؟ أقدر أقول لك آه. طيب ناجحة ليه يا عم يوسف؟ ناجحة لأنها بتنسق ما بين الجهات المعنية لحل مشكلات المواطنين على أي مستوى، وده حقيقي، ده اللي حاصل. معانا على التليفون دكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. أهلا بيك يا دكتور. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ، وتحياتي لحضرتك كل السادة المشاهدين الكرام، وندعو الله تبارك وتعالى كده ان ربنا ان شاء الله يكمل فرحتنا بمنتخبنا الوطني ويحقق الفوز ويفرح جموع الشعب المصري باذن الله يا رب يوم الثلاثاء القادم باذن يا رب يا رب. والله ما بلغنا رمضان، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب وجموع الشعب المصري كلها بخير يا رب. اللهم امين. دكتور طارق، يمكن انا يعني قلت استبق فقلت هل المنظومه ناجحه، ورحت مجاوب ايوه ناجحه، لانها استطاعت بمنتهى الكفاءه انها تنسق ما بين الجهات المعنية حتى نستطيع حل شكوى المواطنين. لكن اديلي انسايتس اكتر يا دكتور طارق اذا سمحت لي، او اشرح لنا اكتر. يعني اشكر حضرتك على هذه المقدمة الطيبة، وزي ما سيادتك تفضل بتقوم المنظومة بدور مهم جدا، وهو التنسيق المستمر ما بين الجهات المختصة بفحص شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في كافة القطاعات والمتعلقة بجميع الخدمات الحكومية المؤداة المواطنين، بغية تحقيق أفضل استجابات ممكنة لأصحاب هذه الشكاوى والاستغاثات والطلبات، وأيضا الرد على بعض الاستفسارات اللي بتوجه للمنظومة نيابة عن الحكومة بأجهزتها المختلفة. ناجحة ولا مش ناجحة؟ خلينا أقول لحضرتك إن احنا كنا بصدد يعني تقرير بيتضمن بعض الشكاوى والاستجابات التي تمت بصددها. هذه الشكاوى يعني كانت تحديدا في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية. اللافت للنظر يا أستاذ يوسف أن هذه الشكاوى لمواطنين استطاعوا أن يصلوا للمنظومة من خلال قنوات التواصل المختلفة. أول استجابة حدثت لأحد السادة المواطنين مقيم بسيدي براني بمحافظة مطروح. الاستجابة الثانية كانت لأحد السادة المواطنين المقيمين بمحافظة الوادي الجديد. استجابة ثالثة كانت لأحد المواطنين المقيمين بمحافظة القاهرة. ده بيقول لنا إن احنا الحمد لله خلال الفترة الماضية ونتيجة يعني التعاون المشترك ما بين الحكومة وما بين وسائل الإعلام المختلفة وما بين منظمات المجتمع المدني، قدرنا نخلق حالة من الوعي بوجود المنظومة وسبل التواصل مع دون وسيط. يعني الأصل أن أي مواطن من مكانه يقدر من خلال الكول سنتر، من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، من خلال تطبيق في خدمتك، حتى من خلال مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بجميع الجهات الحكومية المختلفة، انه يسجل شكوته او طلبه او استغاثته وتوصلنا، وبيتم التواصل مباشرة بشأن مضمون هذه الشكوى او الاستغاثة مع جهات الاختصاص، والتنسيق المستمر وصولا لافضل استجابة ممكنة، وبأؤكد افضل استجابة ممكنة. النجاح من عدمه يعني احنا مش هنحكم على نفسنا، يعني النجاح بنترك بقى تقييم ادائنا لقياداتنا وللساده المواطنين المتعاملين مع المنظومه. بس بيبقى في شواهد يا دكتور، يعني على سبيل المثال حضرتك ذكرت ان اول استجابه كانت في مطروح، ثاني استجابه كانت في الوادي الجديد. اعتدنا فيما اعتدناه زمان انه لا يلتفت لشكاوى المحافظات البعيده عن القاهره والاسكندريه، لا يلتفت الى شكاوى بعيدا عن محافظات الدلتا، ده يعني في افضل الاحوال بنحل بعض مشاكل محافظات الدلتا، لكن لما ابقى بتكلم على مطروح والوادي الجديد ثم القاهره فانا هنا عندي مؤشر للنجاح. الحمد لله رب العالمين، واحنا بنقول ان احنا على بدايه طريق صحيح يا استاذ يوسف، وكل يوم بنحاول نعزز من جهدنا علشان نقدر يعني نحقق
المزيد من النجاح في الوصول لدرجات مناسبة من الثقة فيما بين المواطنين وأجهزة الحكومة المختلفة، لأن كل اللي حضرتك تفضلت بمناقشته في مقدمة البرنامج وفي الفقرات المختلفة كلها بتشير لجهد الدولة وقيادتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وده الحقيقة بيرتبط ارتباط وثيق بمجال عملنا كمنظومة، لأن احنا دايما بنلاحظ ان كلما تم الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة كلما قلت الشكاوى. بإذن الله خير، احنا بنشكرك جدا. الشكاوى بتكون مرتبطة بهذه الموضوع. طبعا دكتور طارق، يعني إلى أن نلتقي خليني أجدد الشكر مرة تانية ليك يا دكتور على يعني هذا الأداء الرائع، وبإذن الله من الجيد إلى الأجود منه. دكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. أنا عايز بس أستأذن حضراتكم في حاجة قبل الفاصل، هي أنه إذا في شيء ما أنت تريد أن تشتكي فيه، تتقدم بشكوى، لو سمحت ادخل على هذه المنظومة في كول سنتر وفي الويب سايت الرسمي أو الموقع الرسمي، اشتكي، ما تسكتش عن حقك. بلد بتقولك لو سمحت، أو ادي الخط الساخن 16528، الشطة شغال من نار، شطة زميلي فهو اللي بيعمل لنا الحاجات دي. اشتكي، خد حقك، يعني أكتر من كده أنا بقولك لو سمحت خد حقك. وده الواتساب، ما انا اكيد مش شايفه من هنا يا نديم، 47 سنه يا نيدو، اكيد المشاهدين شايفين. هو قدام حضراتكم الرقم بتاع الواتساب لو حضراتكم عايزين تتواصلوا برضو لهذه المنظومه وتبعت الشكوى بتاعتك، ولو عندك وثيقه ورقه دوكيمنت الى اخره ابعت على الواتساب كل اللي موجود فيه ذمه سيادتك. وفي ابلكيشن اسمه في خدمتك هتنزله اذا كنت عندك اي او اس، اذا كان عندك اندرويد، يعني نظامين التشغيلين الاشهر، حضرتك تقدر تنزل الابلكيشن وبرضه هتوصل للمنظومه عبر الابلكيشن. مصر بتقول لي سيادتك في حاجه مش عاجباك، في خدمه، في مصلحه، فمش عارف ايه، خش على هذه المنظومة، اكتب الشكوى بتاعتك، إذا كان عندك أي وثيقة أو مستند دعم على طول بالوثيقة والمستند، حقك بإذن الله سبحانه وتعالى هيجي لك لحد عندك.